رجل يريد الزواج ولكن أباه يعارضه ويقول إنك لا تعرف من أمور الزواج شيئا، أي لا تعرف أن تختار المرأة المناسبة لك وأنا سأختار لك. وكلما قلنا له هذه المرأة تناسبه قال لا، هذه ليست جميلة، وهذه ليس شعرها طويلا، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، أعذار ليست ذات أهمية. فغضب الرجل الذي يريد الزواج ومرض مرضا نفسيا شديدا بسبب أنه لا يريد إغضاب أبيه، فترك التفكير في الزواج كلية. فهل هذا الفعل صحيح من جهة الأب والابن؟ أي هل يحق للأب فعله؟ وهل عصيان الولد له في ذلك عقوق؟ وبماذا تنصحونهما؟ شكر الله لكم وجزاكم خيرا. لا شك أن تصرف هذا الوالد خطأ كبير، الواجب عليه أن يتعاون مع ابنه على إعفاف نفسه وأن لا يقف في طريق زواجه حتى وصل الحد إلى أن الابن تأثر بذلك وكره الزواج بسبب تعقيدات هذا الوالد. الواجب التعاون، وأن الوالد يحرص كل الحرص على إعفاف ابنه بالزوجة الصالحة، وليس من شرط الزوجة أن تكون كاملة من كل وجه، ليس فيها أي نقص، وإنما الضابط في ذلك ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اظهر بذات الدين تربت يداك، فالضابط هو الدين. فإذا توفر في المرأة الدين فإن غيره ينجبر، وأما إذا كانت سيئة الدين فمهما كانت من الجمال، مهما كانت من المال، فإنها لا تصلح زوجة للمسلم. نعم.